مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم حلقه وصل. احنا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع مرضى حساسيه الجلوتين. موضوع مهم جدا، موجود في مصر تقريبا او النسبه الموجوده في مصر حسب احصائيه منظمه الفاو تجاوزت 2%، هي نسبه مش كتيره وبرضه نسبه مش قليله. فاهتمت وزاره الزراعه باقامه مكان او مركز لتصنيع منتجات الخاصه بمرضى حساسيه القمح. تفاصيل اكتر هنعرفها من الدكتور محمود محمد بنداري، رئيس وحده منتجات خليه الجلوتين بمعهد تكنولوجيا الاغذيه. برحب بحضرتك يا دكتور. مرحبا بيك على سؤال. دكتور، اتكلمنا عن الوحده هنا، بدايتها وازاي بدات، ويعني ليه بدات ووصلنا لحد فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، بشير النذير سيدنا محمد. مرحب بكم بالقناة مصر الزراعية في معقل من معاقل الصناعة في مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. واحنا خصوصا في وحدة منتجات خلية الجلوتين، وهي وحدة تتبع معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، وهي متخصصة في إنتاج الخبز الخالي من الجلوتين. لان في فئه كتيره جدا من المجتمع، فئه كبيره، والفئه دي طبعا تتراوح من حوالي، كانت اخر احصائيه لمنظمه الاغذيه والزراعه الفاو كانت سنه 2019 كانت 2%، وطبعا النسب بتزداد كل فتره في ازدياد، وده بنلاحظه احنا من المتواردين علينا او اللي بيجوا على الوحده مترددين على الوحده. احنا طبعا الوحده ديت وحده بحثيه خدميه لا تهدف الى الربح، وهي الهدف منها انها توفر لشريحه من المجتمع بتعاني من مرض حساسيه الجلوتين. مرض حساسيه الجلوتين ده مرض انتشر في الاونه الاخيره، وهو طبعا بدا من الحرب العالميه الثانيه اول ظهوره، ثم بدا يتطور بعد كده ويظهر، وارجعوا اليه عيوب كتير جدا او مشاكل كتير جدا، ممكن بسبب تغيرات في القمح، ممكن يكون بسبب تغيرات في فسيولوجيا جسم الانسان، بسبب بعض تعرض الانسان لبعض الادويه او بعض الاصابات، فبيحصل له تغير في الجسم، بيحصل له تغير في نشاط الجهاز المناعي، فبيحصل تطور وبيحصل يظهر هذا المرض. المرض قد يكون عابر ويستمر فترة قصيرة، وبعد ما بيمشي المريض على حمية غذائية لفترة معينة بيرجع تاني يبقى سليم تاني ويبقى كويس، وده بيكون بالمتابعة مع الطبيب المختص. ولو هو مزمن بيستمر معاه فترة، واحنا بنبدأ نقول له امشي على حمية غذائية، الدكتور بيقول له امشي على حمية غذائية والتزم بابتعد تماما على كل ما هو فيه قمح. فكل ما هو قمح طبعا اهم حاجة عند اي مريض الخبز، فالخبز طبعا احنا استطعنا هنا في الوحده اللي بدات نشاطها سنه 1999 كانت بدايه النواه انها تبدا تطلع النشا من الذره المجروشه، الذره البيضاء، ثم تطور الامر بعد كده وبدانا نجيب الذره من دقيق الذره بمواصفاتنا الخاصه، ذره ناعم وطبعا يصلح للخبز، وبدانا نجري عليه بعض التعديلات وبعض الابحاث نطبقها عليه العلميه لغايه ما خرجنا رغيف خبز جيد جدا، وطلعنا خبز نوعين من الخبز، خبز بنسميه احنا خبز عادي، وخبز بنسميه خبز الذره شامي مشابه للخبز الشامي الموجود في القمح. بدانا برضو ما وقفناش عند كده، الابحاث طورت وبدانا ان احنا ننتج كمان منتجات مخبوزات تشابه الموجوده في القمح. والموضوع طبعا مهم جدا، لان لو في طبعا هنحس بالمشكله دي لو ان في مريض موجود في الاسره، ولد مريض او بنت او حد مريض في الاسره وبقى الاسره سليم، فطبعا هتبقى في مشكله جامده جدا ان هو يشعر ان هو لوحده اللي محروم من الاكل. فطبعا بدانا نعمل له جميع انواع اصناف الاكل، جاهدين ان احنا نوفر له جميع الاصناف المشابهه للقمح، بحيث ان احنا في الاخر يبقى عنده جميع الاصناف الموجوده في القمح الموجوده مع اخواته في البيت او في المنزل، وما يحسش هو بقصور دون عن ايه؟ عن غيره من اخواته. فبدانا ننتج مخبوزات، بدانا ننتج خبز بسكويت الشاي، وبدانا ننتج البيتي فور، وطبعا بسكويت بالشوكولاته وبيتي فور بالشوكولاته، وبدانا ننتج منين وبسكويت بالعجوه، وبدانا ننتج باتون ساليه، بدانا نعمل فيجيتار برضو للبانيه، بدانا نعمل تورتات، بدانا نعمل جاتوهات، بدانا نعمل حلويات بلح الشام، وبدانا نعمل بسبوسه، كل ده من منتجات خاليه الجلوتين في وحده منتجات خاليه الجلوتين بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، وما زالت الابحاث مستمره
لان في تعليمات من الاستاذ الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد والاستاذ الدكتور سيد فرحات وكيل المعهد للانتاج والاستاذ الدكتور عطف عشيبه التدريب ان احنا لابد وحتما نطبق الابحاث الحديثه على احدث ما وصل اليه العلم في مجال المخبوزات خارجيه الجلوتين. وبالفعل بدانا نقول لي طبعا للساده المشاهدين ودي هنخصها بقرارات مصر الزراعيه ان احنا انتجنا منتج جديد النهارده من حوالي يومين ثلاثه والمنتج ده يتراوح اسمه دوريتوس لان طبعا الدوريتوس ده موجود في الشيبس وده ممنوع لان طبعا جميع الاصنصات او الطعوم اللي بتنحط على الشيبسات عليها متحمل على دقيق فطبعا ممنوع عنهم جميع الشيبسات ودوريتوس ولكن احنا استطعنا بفضل الله وبفضل الله اولا ثم بفضل الابحاث العلميه وتطبيقها ان احنا نعمل دوريتوس للمرضى بحيث ان هم ياخدوا كل ما يحتاجونه من منتجات مشابهه للقمح بالظبط. طيب دكتور محمود قبل ما نتوجه في الحديث عن الابحاث ووصلنا لايه وايه المرجو برضو ان احنا نوصل له انا كنت سالت حضرتك امتى تم انشاء هذه الوحده وليه تم انشاءها؟ هل تم انشاءها عشان النسبه في مصر ابتدت تزيد ولا عشان خاطر المنافس بيغالي في اسعاره بره؟ يعني يمكن بعض المشاهدين ما يعرفوش تفاصيل كثيره عن الوحده اللي بتنتج منتجات خاليه من الجلوتين فعايزين برضو نوصل معلومة للسادة المشاهدين احنا هنا بنعمل ده ليه؟ اولا تقريبا يعني حضرتك قبل التسجيل قلت لي ان احنا ككيان احنا مش بنستهدف ربح وانما هو موضوع خدمي لمرضى وهو ده دور الدولة يعني ان احنا نخدم اصحاب الامراض اللي هي برضو يعني النهاردة هو هيقع بين اما تاجر ويستغل ظروفه المرضية او مش هيلاقي المنتج ده متوفر فعايزين نتكلم برضو عن يعني ليه تم انشائها؟ هل عشان خاطر النسبة زادت ولا عشان يعني نبقى برضو في كتف المواطن ونبقى برضو معنيين بأموره حتى المرضية نحن برضو نخفف من أعباءه المادية؟ حضرتك زي ما حضرتك تفضلت وأشرت هو فعلا الوحدة انتجت أو بدأت إنتاجها سنة 1999 وكانت لسه بداية ظهور المرض يظهر في مصر بدأت تظهر فيه مرضى في مصر بس كانت النسبة قليلة جدا فحاولنا ان احنا من خلال الوحدة ان احنا نوفر لهؤلاء المرضى أو هذه الفئة أو الشريحة من المجتمع من الشعب المصري نوفر لهم احتياجاتهم وكان وقتها لسه العدد نسبة قليلة جدا ولذلك كان الانتاج محدود جدا جدا وكانت بنستخلص النشع من الذرة عن طريق القلوي وعمليات علمية تانية خالص ولكن طبعا مع تطور الحالات وازدياد المرض وانتشاره في العالم كله مش في مصر بس ده منتشر في العالم كله فطبعا ده احنا يمكن في مصر اقل قليل عن دول خارجية كتيرة جدا فطبعا كان لابد لزاما على الوحدة انها تبدأ تتطور مع هذا التطور وهذا الازدياد في عدد المرضى فبدأنا ان احنا نضيف نبدأ الابحاث نستغل الابحاث في انها تبتكر منتجات جديدة الوحدة طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت الهدف انها وحدة خدمية وليست ربحية تهدف الى الربح ولكنها خدمية وبرضو في نفس الوقت انها تخدم المواطن المصري لان الهدف البحثي بيبقى في كل موقع انه يخدم المواطنين او يخدم السادة المواطنين فهدف الابحاث في الاخر انه يهدف يكون هادف او يقدم فكرة جيدة ميسرة للمواطنين فبناء عليه احنا فعلا بدأنا نستغل هذه الابحاث او نشتغل بهذه الابحاث في ان احنا نوفر للمواطن احتياجاته اللي هو المريض بحساسية القمح فبدأنا فعلا نبقى الكتف زي ما سيادتك قلت للمواطن المريض او الشريحة المريضة بهذا المرض عشان ما تحسش بحيرة من ناحية انها تجيب الاكل ده منين دي نقطة النقطة الثانية ظهر برضو بعض القطاعات الخاصة اللي هي القطاعات الخاصة اللي هي تبدأ تتنافس وتطلع انتاج تستغل المرضى وتستغل احتياجاتهم الشديدة للخبز والمنتجات دي وبدأوا يطلعوا بأسعار فلكية أسعار خيالية جدا مبالغ فيها جدا جدا بصراحة مقارنة بأسعارنا احنا بيجي لنا طبعا من كل لأن احنا ملناش منافس لأن الوحدة يدوب مكانها هنا ما فيش منافس أخرى ولكن بتغطي جميع أنحاء الجمهورية بيجي لنا مرضى والله بيجي لنا مرضى من الأقصر وأسوان بيجي لنا من سوهاج خط صعيد بالكامل بيجي لنا من الأمطرة بيجي لنا من بورسعيد بيجي لنا من دمياط بيجي لنا من اسكندرية بيجي لنا من الفيوم بيجي لنا من طبعا من القاهرة محافظات وجه بحري كلهم عدد مهول
احنا يوميا لا يقل عندنا عدد الزيارات عن اكثر من 50 مريض او 35، من 35 ل 50 مريض حسب تردد المرضى. فطبعا الحمد لله يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا نلبي طلباتهم ونوفر لهم احتياجاتهم. وطبعا يعني زمان كانوا يقول لك ايه مثلا، انا ابني عايز نفرح بعيد ميلاده، ما ينفعش نعمل له تورتايه. فبدأنا نشتغل على هذه النقط ونوفر له تورتايه. ابني مثلا بيبص لاخواته في البيت، عايز مثلا بيبص بياكلوا ايه، عايزين نعمل مقرمشات ولا حاجه، مقرمشات، نعمل مقرمشات. يبدا يعمل مثلا في مكرونه، عندنا مكنه مكرونه وبتنتج برضو مكرونه، والحمد لله يعني بنقدر الامكان بنحاول ان احنا نطبق احدث الابحاث العلميه في هذا المجال، بس ان احنا نوفر كل ما يلزم هذه الشريحه من المواطنين. دكتور محمود، يعني الشيء بالشيء يذكر، حضرتك قلت لي ان احنا في البدايه او بدايه تاسيس المكان هنا او الوحده هنا، ان احنا عشان خاطر نبقى داعمين لاصحاب مرضى حساسيه الجلوتين، وفي نفس الوقت اتكلمنا عن نسبه تجاوزت ال 2% حاليا في مصر، ده معناه ان احنا تجاوزنا 2 مليون. هل مستقبليا عندنا خطه ان احنا نوفر منافذ للبيع في جميع المحافظات؟ هل ممكن الساده اللي بيشوفونا من اصحاب المخابز ممكن يبقى وكيل ليك او يوزع؟ يعني احنا في النهايه برضو مش عايزين ربح، ولكن عايزين نخدم المواطن. يعني المريض اللي في بورسعيد او المريض اللي في الاقصر واسوان او في سوهاج المحافظه فهيجي ياخد. والحاجه الثانيه برضو اللي عايز اعرفها من سيادتك، هل المنتجات دي ليها فتره معينه ممكن تقعد اسبوع 15 يوم ولا يومين ثلاثة ويحصلها تلف أو يجرى لها حاجة؟ تمام. هو اولا هنبدا من اخر سيادتك من تحيه يا استاذ ايهاب. صلاحيه المنتجات دي، العيش طبعا، الخبز بيتاخد من عندنا من هنا طازه وبيخزن في الديب فريزر، بعد ما بيخرج من هنا بعد تهويته وتكييسه بيخزن في الديب فريزر، بالنسبه للمريض يخزنه في الديب فريزر لمده 3 شهور بدون اي مشاكل، ويخرج العيش ويسخنه وياكل منه مش اي مشاكل. ولكن دي بالنسبة للعيش. بالنسبة للمنتجات تنحط في التلاجة العادية، تقعد لمدة حوالي شهر ومش أي أثر أو أي مشاكل عليها تماما، لأنها طبعا منتجات جافة مفيهاش أي مشاكل إن شاء الله. دي حاجة. الحاجة التانية طبعا إن المحور التاني اللي حضرتك اتكلمت فيه بالنسبة ليه اللي بيكونوا بيسافروا وعايزين طبعا هل في انتشار أو كده، طبعا احنا طلب منا إن احنا نقدم تصور لتوسع في الوحدة، فقدمنا تصور طبعا، طلب منا الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الفتاح مدير المعهد وقدمناه للأستاذ الدكتور رئيس المركز الأستاذ الدكتور محمد سليمان. فطبعا إن شاء الله جاري إن شاء الله بحث عن مكان أوسع، وجاري إن شاء الله توفير منافذ بأمر الله، لأن دي فعلا أصبحت حاجة ملحة جدا. دي نقطة. النقطة الثانية في نفس الاتجاه، على ما يتم الاتجاه الأولاني اللي اتكلمت فيه ده اللي هو التوسع، في اتجاه تاني ان شاء الله، ان هو طلب منا الاستاذ الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد قال كده، قال بعد اذنكم كل اللي يجي يطلب من مسافات يطلب ان هو يتعلم ازاي يصنع العيش او المخبوزات اشرحوا له، وشرح على ورقه، يعني اشرحوا له على ورقه طريقه اجراء العيش وطريقه اجراء المخبوزات. انا كنت اعتقد لا فندم والله، وكمان طلب هل ممكن يتم تصنيعها في والله يعني احنا بنيجي لنا المرضى وبنقعد كده وتقول انا عايز اتعلم يا دكتور اعمل عيش، اقول لها حاضر تعالى اقعد حضرتك معايا ونطلع ورقه وابدا اشرح لها الخطوات بالظبط، اول المقادير وازاي الخلط وازاي التسويه والكلام ده كله، مش اي مشاكل خالص. وده مطلوب منا ان احنا نلبيه للساده اللي هم المستهلكين او المترددين على الوحده. دي نقطه. فكل ده بيصب في مجال احنا نوفر على المريض المشقه وعلى سفر. دي نقطه. النقطه الثالثه اللي بنتحرك عليها، احنا ادينا فيها رقم تليفون للوحده، عملناه مخصوص للوحده وقلنا بنديه للمرضى المترددين ونقول لهم لو انتم حد فيكم مثلا لسه بيطلع من بلده مثلا جاي من الاقصر او حاجز بقطر او جاي بيتصل بالوحده ويقول انا مثلا جاي يا جماعه عشان هتاخر شويه على ما باجي، بيجي مثلا حوالي الساعه 2 او كده، فبنبدا ان احنا يحجزوا لي مثلا عيش، يحجزوا لي مثلا 20 كيس 30 كيس 50 كيس حسب طلبه، فبيكون طلبه هو الاولى من اي طلب تاني، لان دي تعليمات جت لنا، يعني الناس البعيده قوي طلبها يكون اولى. يعني مثلا اولى ازاي؟ يعني مثلا لو في هنا حد متردد مريض من حوالين منا من القاهره او باجوارها القريبه، ما ينفعش ان احنا نديله مثلا 20 كيس، لا كفايه 10 ونلبي طلبات الانسان المريض اللي جاي من بعيد قوي، نديله احتياجاته كامله، بس ان هو القريب ده هيجي يتردد علينا براحته بكره بعده في اي وقت مش مشكله. اما الانسان اللي هو بيسافر ده مشق عليه، فبنحاول نديله كميه اللي هو عايزها بالنسبه للعيش، مع شرح
طرق تصنيع العيش والمخبوزات مع استعداد كامل. وده اطلقه الاستاذ الشيخ عرفات والاستاذ الدكتور اميمه رئيس القسم. قالت كده، قالت يا جماعه احنا على استعداد لاعطاء دورات لكل من عايز ان هو يتعلم طريقه عمل الخبز او المخبوزات الخاليه البروتين. تمام دكتور محمود، بس كنا عايزين ننوه برضو عن الارقام اللي بيتم التواصل من خلال المركز. تمام، الرقم الوحده 012 100 91 591، 012 100 91 591، والرقم ده عليه واتساب. يعني اللي هيتصل مثلا احيانا قد يكون مثلا احنا مشغولين هنا في الانتاج، مشغولين في الانتاج او كده، فطبعا بنحاول ان احنا يترك رساله على الواتساب يقول مثلا انا يا جماعه من المنطقه الفلانيه ومحتاج عيش وانا كذا، هنتواصل معاه وان شاء الله نوفر له احتياجاته. ده بالنسبه للرقم. احنا طبعا عنواننا 9 شارع جامعه القاهره، مركز البحوث الزراعيه، معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، وحده منتجات خليط الجلوتين. الوحده تعمل يوميا ما عدا طوال ايام الاسبوع ما عدا الجمعه والسبت من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 2 ظهرا. طب دكتور محمود، يعني هل ممكن يعني فيما بعد ندخل خدمه التوصيل؟ يعني النهارده كل البيع بقى اونلاين، وبقت دلوقتي في خدمه شحن المنتجات، يعني هل ممكن مستقبلين يبقى عندنا ده ان شاء الله بامر الله هيبقى فيه طبعا تفكير في الحاجات دي كلها مع التوسع اللي احنا هنتوسعه ان شاء الله. لان احنا امنين طبعا ان احنا نتوسع عن المكان ده طبعا، لان احتياجات بقى كتيره جدا، وان شاء الله بتنظر من قياده المركز وقياده المعهد ان شاء الله. هنرجع بقى لمسألة الأبحاث وإيه اللي توصلنا له مؤخراً وإيه اللي شغالين عليه. إحنا طبعاً الذرة لوحده مش هينفع، فطبعاً إحنا لازم نضيف حبوب أخرى. يعني يبقاش إن إحنا بنركز على الذرة بس، فبدأنا نضيف آخر أبحاث طبعاً البطاطا، بس ضفناها في صورة بودر إذا تجفف. وفي مصنع موجود على فكرة، موجود في العالمين تقريباً، بنت العالمين. المصنع ده بينتج بطاطا جافة، بودرة أو نشا بطاطا أو طحين بطاطا وبطاطس تقريبا الاثنين، وهو قطاع خاص. ولكن طبعا احنا بدأنا نشتغل عليه كأبحاث انه ممكن يضاف بحيث ان يعلي القيمة الغذائية وبيحسن من عملية الخبز بدل ما يكون ذرة لوحده. برضو بدأنا نشتغل على حبوب كتيرة جدا زي نشا البطاطس، زي نشا التابيوكا، زي بذور كتير جدا بدأنا ان احنا نحاول نحطها. بس طبعا مريض حساسية القمح ممنوع عنه القمح والشعير والجدور، ممنوعين عنه تماما، والشوفان ممنوعين، الأربعة دول ممنوعين تماما. وطبعا بننصح السادة المرضى بأنهم بعد إذنكم الحاجات دي تبعد عنها تماما، أو في كانت في أي صورة، في معجون أسنان، في طبعا كاتشب، في أي منتجات من اللي هي بقى فيها تغليظ القوام، لأن دي كلها بتخش فيها دقيق قمح. فطبعا بنحاول ان احنا دايما الابحاث ان احنا نجيب حبوب متيسره محليا، انتاجها نسبه الانتاج فيها عاليه، بحيث ان احنا نضيفها بحيث ما نزودش التكلفه، لان لما يكون انتاجها عالي وكم متوفره هتقلل التكلفه مش تكلفه عاليه. مظبوط. عايزين نتكلم باستفاضه عن حساسيه القمح، يعني ايه اعراضها؟ بتظهر، هل بتظهر يعني هل ممكن تظهر في اعمار معينه ولا ليها اعمار؟ اتفضل. هو حساسيه القمح طبعا مرض مزمن، وحتى الآن ملوش علاج، وهو مرض مناعي، مرض مرتبط بالجهاز المناعي. وطبعا المرض ده للأسف يعني حتى الآن لم توصل إلى علاج قاتلي، ولكن إن شاء الله هيبقى فيه له علاج بأمر الله. مفيش حاجة ملهاش علاج، ولكن طبعا احنا بنقول للإخوة المرضى ما استبشروا خير. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم تداووا، إن الله جعل لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فطبعا هيجي له العلاج إن شاء الله في يوم من الأيام. وفعلا احنا سامعين في أبحاث علمية في اليابان متقدمة جدا، وبدأت تخطو خطوات واسعة جدا في هذا المجال، وإن شاء الله ممكن عن قريب لعل يكون هذا العام العام القادم يكون خرج كبسولات بياخدها المريض قبل الأكل، بتحيد الجهاز المناعي على انه يتدخل، لان المرض بقى باستفاضه زي ما اتفضل اسهاب سال، مرض حساسيه القمح بعد ما المريض او اللي عنده حساسيه قمح بياكل اي حاجه مخبوزات فيها قمح، بيبدا الجهاز المناعي يعمل رده فعل عصبيه في الجسم، يعني رده فعل الجهاز المناعي، فيؤمر الامعاء الدقيقه انها ما تهضمش هذا الطعام تماما. وكمان عشان ما تهضموش يبدا ينزل الطعام ده، يبدا ينزل الجهاز المناعي، يبدا يحطم اللي هي الاهداب المبطنه لجدار الامعاء الدقيقه، فيحطم فيها، فيحصل نزول احيانا اسهال وبروز دموي. فنلاحظ دايما المريض بيبقى عنده اسهال
وعنده ريحه البراز بتاعته سيئه نظرا لانه ما تهضمش او امتصش بصوره جيده، لانه جاله اوامر من الجهاز المناعي انه ما تهضمش الاكل ده او ما تستعملوش اللي هو فيه القمح، فيحصل عنده انتفاخ في البطن، ويحصل عنده احيانا بعض الناس بيحصل عندها حساسيه او هرش في على الجلد او تبقع على الجلد، واحيانا بعضهم يحصل انتفاخات ويحصل بعضها اسهال ويتطور لاسهال دموي، وقد يوصل في اخر الحالات اللي هو تطور الى هزلان وضعف، وكمان بيحصل تقزم، يعني هو من ضمن اسباب الايه التقزم. فطبعا بنلاقي الشخص اللي هو مريض وما حاولش يتعالج او يمشي على حميه غذائيه ما بيوصلش للحجم المناسب للسن بتاعه خالص، فيحصل فيه عنده قصور. ففي هذه الحالات طبعا بيتم العلاج او الخروج من كل ده، ان احنا لما الدكتور بيبدا يشخص المرض بيبدا يعمل له شويه تحليلات، بيعمل له حاجه اسمها الاجسام المضاده، تحليل الاجسام المضاده، بيعمل له تحليل اسمه تي اي جي اي، تحليلات كتيره جدا بيعرفها المريض بتاع المناعه او مرض دكاتره المناعه بيعرفينها وعندهم علم، وخصوصا مستشفى بوريش لانها لها باع واسع جدا ولها نشاط معانا ولها كمان اتفاقيات معانا بتطلب منتجات من عندنا لبعض المرضى عندهم، فهم عندهم باع طويل قوي في هذا المرض وعندهم المنبو كويس جدا مستشفى الاطفال، فهم بيعرفوا بالظبط بعض التحاليل المعينه والارقام المعينه اللي بتدل على ان عندك حساسيه. قد تكون الحساسيه دي طارئه تستمر لما بيمشي المريض على حميه غذائيه لوقت معين ويرجع بعد كده يبقى سليم، وقد يستمر معاه مزمن ملازم معاه شويه. يعني يا دكتور فعلا رصدنا حالات كانت بتتعامل معانا هنا من خلال احتكاكك بالمرضى، يعني رصدنا حالات تمست للشفاء من هذا الحس. في حالات الاصابات هديت عندها والانتفاخات وبدات تبقى طبيعيه جدا، وبدا الدكتور يبدا يفتح لها بعض الاكل اللي هو القمح بس مش بكتير، جزء بسيط جزء بسيط. بعض الحالات فعلا بدات تمس لهذا الموضوع، وكانت طبعا دي حاجه دل اساسه صنفه ان المرض ممكن يكون عارض وممكن يكون مزمن. فعلى اساس كده فهو بعضهم يعني فعلا بعد قعد شهر اتنين تلاتة على جسمه مستقام بدأ يبقى كويس ويسترد صحته، بدأ يبقى يحتاج ان هو لو بدأ يغذي بعض قمح بسيط كده، يقول له مثلا شوية رز صغير، شوية مكرونة صغيرين، شوية مش عارف ايه كده. بس برضه انا عايز اقول للمريض انت ليه حصر نفسك، يعني مش عايز اي مريض من مرضى حساسية القمح انك تبقى زعلان من ان المعجنات، بس المعجنات كلها موجودة موجوده عندنا ان شاء الله خاليه متوفره وباسعار كويسه جدا باسعار التكلفه. زي برضو عايز اقول لكم حاجه، ان الخبز فيه الرز والخضار كله متاح ليك، يعني جميع انواع الفاكهه جميع انواع اللحوم كل حاجه متاحه ليك، كله عشان الجسم ينهض ويبدا ينشط ويسترد صحته او يسد عفيته تاني، لان ما بترجعش الى الهزلان او الضعف العام. فطبعا الاكلات كتير مفتوحه قدام منك، ان كان على موضوع الخبز متوفر، وممكن احنا كمان عن طريق الاتصال بينا نشرح لاي حد ازاي يعمل يعجن الخبز بابسط الطرق، ابسط الطرق على استعداد والله، يعني تواصلوا معانا واحنا على استعداد ان احنا نشرح لاي حد او نديهم دوره مجانيه بدون اي حاجه. وده اللي اطلقه الاستاذ دكتور شيخ العرفات من المعهد كده، قال يا جماعه الناس تطلب واحنا عنينا ليهم، يقولوا احنا عنينا ليهم نديهم دوره مجانيه في ازاي يخبزوا العيش الخالي من البروتين. دكتور محمود لو عايزين نتكلم عن الاسراف في تناول هذه المخبوزات، ممكن يجيب نتيجه عكسيه ويعمل مشكله للمريض، ولا ياكل براحته اي كميه؟ هو عموما المخبوزات الضاره بتصد عموما، او بتخليش الانسان يعني حاسس ان هو عايز ياكل كتير، لان المريض بيبقى طبعا عنده احساس ان هو تعبان لقدر ما، فبقاش عنده استعداد لفتح الشهيه او الاكل كتير. فطبعا بيبقى اكله بسيط برضه، هو اكله بمحدود، وهو اصلا الذره اصلا بيقفل الشهيه بسرعه عن باقي المأكولات يعني. لو عايزين نتكلم برضه عن يعني الاصابات اللي او المرضى الحساسيه، يعني هل يعني حضرتك، انا كنت سالت حضرتك السؤال ده وعديناه، هل في اعمار معينه بيصاب بيها ولا بتصيب كل اعمار؟ جميل. وهل يعني بعد سن معين ممكن خلاص يطمن مش هيجي له حساسيه القمح؟ جميل السؤال ده والله يا استاذ ايهاب، فعلا حته برضو انا ما خدتش بالي منها ووضحها للاستاذ ايهاب، فعلا الاعمار مفتوحه، المرض الاعمار مفتوحه. وبيجي للنساء والرجال بنسبه 2 الى 3 او بنسبه 1 الى 3 كمان، 1 للرجال و3 للنساء، بيجي اكتر في النساء، وبيجي من الاعمار ممكن من عمر سنتين لغايه عمر 50 سنه و60 سنه و55 سنه. كل الاعمار، فئات شبابيه، اعمار كبيره، اطفال صغيرين، كل الاعمار، بس اكتر اصابات بتبقى الاطفال الصغيرة. الاعمار الصغيرة، اطفال سن في اعمار المرحله الابتدائيه.
طيب دكتور محمود، في نقطة مهمة برضو حابين نوضحها للسادة المشاهدين، وهي فكرة الأسعار. يعني كان في عبوة قبل التسجيل أنا شفتها، العبوة دي أنا شفتها في الأسواق الخارجية تقريبا من 50 ل 60 جنيه كنت بشوفها. يعني أنا مش هقول على السعر، حضرتك اللي هتعلن عنه، ولكن نتكلم برضو على الأسعار، ونتكلم السادة المشاهدين اللي برضو ما عندهمش معلومة إحنا هنا بنعمل إيه وبنبيع بكام. يعني إحنا هدفنا في الحلقة دي إن إحنا يعني نكون حلقة وصل المشاهد. نيسر المشاهد المرضى، ونكون وصل بين الوحدة هنا. هو طبعا منتجات الوحدة عندنا الخبز، نوعين من الخبز، خبز عادي وده بيبقى عبارة عن 5 أرغفة في الكيس، الكيس بستة جنيه، الخمس أرغفة في الكيس بستة جنيه. وفي خبز تاني سمكه كبير اسمه شامي درة، خبز درة شامي، طبعا 4 أرغفة. عفوا يا دكتور محمود انا هوقفك بس. اتفضل. يعني 5 أرغفة بستة جنيه ده يعني اقل من السعر الرغيف العادي. كنت كنت هعلق اقول لسعادتك دلوقتي ان الاسعار بره طبعا غير كده خالص. هو طبعا زي ما احنا قلنا في الاول الحلقه ان 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 الوحده خدميه، ما هياش هدف للربح، ولكن بنحاول نعمل بسعر التكلفه. ففي الكيس الثاني اللي هو 4 أرغفة سمك اكبر ب6 جنيه برضو. جميع انواع المخبوزات، علبه تحتوي على المخبوزات ب25 جنيه. عندنا طبعا بسكويت شاي، منتج اسمه بسكويت الشاي، في بسكويت بالكاكاو، في بيتي فور، في بيتي فور بالكاكاو، في طبعا باتون ساليه، في بسكويت بالعجوه، في كاب كيك، في كيك قالب، في طبعا كمان فيجيتار ذره عشان طبعا البنيه اللي بيحبوا البنيه، في طبعا دوريتوس سودا المنتج اللي اعلنا عنه لسه جديد في تعتبر قناه مصر الزراعيه اول ما نعلن فيها هذا المنتج. والله دوريتوس هو حضراتكم يعتبر ان شاء الله كده بنعلنه عن حضراتكم برضو اطعمه متوفر ان شاء الله بامر الله، وموجود موجود طعم الكمون والحوادث خفيف كده بس لان طبعا الطعوم بنحاول ان احنا الطعوم كلها بنحمل على دقيق، فبنحاول ان احنا نبعد عن اي طعوم لان الطعوم دي او النكهات دي كلها احنا عملنا توابل، ما بنحاول نعمل توابل طبيعيه. فطبعا متوفر، وان شاء الله في برضو كمان منتجات اخرى زي طبعا تورتات. لو حد حابب ان هو يعمل عيد ميلاد لحد مريض يعمله عيد ميلاد طبعا ويفرحه، فبيجي طبعا الوحده اتفضل مشكورا بيحجز، يقول انا عايز الحجم الوسط او الصغير او الحجم الكبير، ويطلب مواصفاته بالظبط وبيحجز التورتايه، وبيجي بعدها بيوم او اتنين يجي لها جاهزه وياخدها جاهزه تمام، خاليه من الجلوتين، تورتات خاليه من الجلوتين. دكتور محمود، احنا محتاجين في النهايه يعني حضرتك تقدم روشتة للساده المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي، وخاصه الساده مرضى حساسيه القمح. انا طبعا بتوجه للاخوه مرضى حساسيه القمح، بقول لهم لازم الالتزام بالحميه الغذائيه، والبعد تماما عن اي مصدر من مصادر القمح، سواء في اكلنا او شربنا او في اي حاجه، لان احنا نبقى حريصين كل الحرص على ان احنا نبعد عن اي مصدر للقمح في اكلنا، لان ده هياثر بالسلب على الصحه العامه، عشان المريض يسترد عافيته ويبقى انسان عادي جدا وما فيش عنده اي مشاكل او اي مضاعفات، وبيمارس حياته اليوميه بصوره جيده وصوره طبيعيه ما فيهاش اي تاثير من اي نواحي. تمام. دكتور محمود محمد بنداري، رئيس وحده منتجات خليه الجيلاتين بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، يعني دي كانت كل المعلومات الخاصه بوحده منتجات خاليه من الجيلاتين. الوحده هنا وحده غير هادفه للربح، هي وحده في المقام الاول خدميه لمرضى حساسيه القمح. بتقوم الوحده هنا بتوفير كل المنتجات الخاصه بالمخبوزات، بتوفرها ايضا بسعر رمزي او بسعر تكلفه تقريبا. ايضا ذكر لنا دكتور محمود اهم التوصيات اللي يجب على مريض حساسيه القمح اتباعها او الابتعاد عن تناول بعض المنتجات وتناول منتجات بعينها. ودي كانت كل تفاصيل عن وحده منتجات الخاليه من الجيلاتين، وبشكركم واشوفكم الحلقه اللي جايه.